لك شنو انتم دونك واش عملتوا في حكايه العروسه؟ انت كيفاش جايوكم وكيفاش معناتها الاكسبيريونس اللي عملتوها؟ شهر 6 ايام خلصوكم ب 10000 والنقل علينا نحن نلموكم 60 امراه 60 امراه 60 امراه 60 امراه وتلميتوا مع بعضكم؟ تلمينا مع بعضنا ناس طيبه ناس تشد الصحاب ناس تعمل سبور ناس تكركب تخو ناس تخلص ناس تملس ناس تحمي كون نوع من الجو في البيت وخدمنا 4 شهور. وشنو غير فيكم هذي اللي عملتوه الكل؟ شنو تغير معناتها؟ شنو تعلمتوا زيد من اللي كنت تعلمتوا؟ تعلمنا برشا حاجات، تعلمنا بعضنا بعضنا على بعضنا برشا، ولمونا برشا مش كنت عباد ما نعرفهاش عرفتهم، كانوا عباد ما يعرفوا مش عرفوهم، هما نجاو ونخدموا فرحانين. وليتوا تخدموا مع بعضكم؟ ولينا نخدموا مع بعضنا. ولا وبعد في شهر جماع عملنا عرس العرس. ايوا. ذبحنا على الهالش وطيبنا وسكسك. صدرنا العرايس وتصاور هاك شفت الجو وتوليتوا تشاركوا اكثر في المعارض وفي الواحد وكل شيء هذوما وسمعت فما عبيد مشيو هزوهم للبرا معناتها اي وحده منا مشات لسويسرا وكيفاش تراولي معناتها هذوما المنتوجات نتاعكم انتوما من سجنين معناتها ولاو يمشوا للبرا والخارج وكل شيء فرحين بهم برشا فرحين بهم ماذا بين نحبوا اكثر ماذا بين نمشوا اكثر وان شاء الله ماتت الخدمه تكون خير معناتها. ان شاء الله تكون خير ان شاء الله. وعلموكم كيفاش تبيعوهم؟ علمونا شويه تونسهم شويه كانوا ملكين علينا مرخصين علينا داير شحن كياس هز علي برك حتى 500 غرام. ولوا عطوها قيمه ولوا بصام استرعت شويه استرعت شويه حتى كي جيت واحد وليت مسجناه عرفتنا برشا عرفتنا.